هشام، شنو يعني كانت صدر بلاغ من الجامعه ديال التنس ديالك تقريبا واتهموا يعني بالتلفظ او بالعنصريه بهذا المعنى، بغيناك تحكي لنا شنو وقع بالضبط. اولا وقبل كل شيء انا كنقول بلا ما كاين اوكن ديسكريميناسيون في هذيك الهضره اللي قلت هذه الاولى، وثانيا هذوك لي جوار سي دي جوار ماروكان، هذوك اللاعبين مغاربه اللي كيلعبوا معنا في ليكيب ناسيونال، و ما عندي اوكان زعما ما عندي حتى شي حاجه ضدهم، غير هو اللي بغيت نشرح انا هو بلي هذوك اللاعبين ما تكونوش في المغرب، يعني ما كانوش الريزولتا ديال 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 الاعمال ديال الاداره التقنيه، هادشي اللي كاين. يعني واش استمعوا لي لبستي للجنه التاديبيه مازال؟ وانا صراحه حتى شي واحد مازال ما عيط عليا، جاني ان كومونيكي كيني ميم با سيني دو لا بار دو لا فيدراسيون، ما عرفتش انا لا بروسيدور ديال الجامعه كيفاش كتمشي، يعني كيجيك واحد الكومونيكي كيني ميم با سيني دو لا بار دو كي كو سوا دو لا دو بورو فيدرال ولا دو لا فيدراسيون. صراحه تفاجات انا فاش جاني داك الكومونيكي، ما كنتش كنتظرو، وزيدون الهضره اللي قلت انا ما استعملش حتى شي عنصريه ضد شي جوار ولا شي واحد زعما اللي كي ريبريزونتي الدرابو المغربي. يعني واش كتظن بان الكومونيكي او القرار او رده فعل الجامعه جات بعض الانتقادات اللي وجهتيها المسؤولين والاداره التقنيه؟ معلوم، حيت انا ملي كان فاش كنت كنهضر على الاداره التقنيه كنت كان بيان سور هذاك كان انتقاد للاداره التقنيه، حيت ما داروا والو، ما داروا اوكان ريزولتا، كيف ما قلت في قبل بلا راه الناس هذو دخلوا 12 عام ما عطاو اوكان ريزولتا. اجوردي هذا العام الفيد كاب ما لعبناهاش باسكو ما عندناش اللعابه اللي غيلعبوا الفيد كاب، ما لعبناش لاكان باسكو ما عندناش اللعابه باش نلعبوا لاكان، لا كوب ديفيس كنلعبوا في الجروب 2 اللي هو تروازيام ديفيزيون ديال الكره، يعني ما كاينش شي حاجه اكثر من هذا الشيء اللي المغرب زعما المغرب غادي بواحد المستوى زعما كارثه عظمى هذه، فهمتي؟ واش معضلة التنس المغربي معضلة تقنية ولا تسييرية؟ يعني كنتمنى بالله السي فيصل العريش يشوف هاد لي ريزولطا اللي كيداروا مؤخرا في التنس المغربي، يعني على شال انترناسيونال حنا ما بقاش عندنا قيمه، شحال هادي كانوا كيضربوا لنا 1000 حساب، اجوردي المغرب غادي كيتراجع دو بلوز اون بلوس في التنس، وهادشي كيتزاد دو بلوز اون بلوس، وما ما عرفناش فوقاش غادي يقرروا باش يبدلوا هاد السيستيم هذا اللي غادي نبيع اجوردي. التساؤل اللي كيتطرح هو من بعد غرازي عناوي كريم العالمي ما بقيناش شفنا ابطال، واش لهاد الدرجه ما عندناش ابطال في المغرب ديال التنس؟ الصراحه شوف كاينين دابا حاليا كنهضروا على ارازي وكريم العالمي ويونس العناوي، هذوك الناس دازوا هزوا الدرابو المغربي، اجوردي ما كاين والو كيف ما قلت قبل، يعني كل كاتيجوري غيكونوا فيها واحد جوج ولا ثلاثه اللاعبين مزيانين اللي كيلعبوا مزيان على شال ناسيونال وان بو على شال انترناسيونال، مي سي با سوفيزون، حنا خاصنا كل شاك كاتيجوري داج، يعني في 18 عام 17 عام 16 عام 15 عام 14 عام 13 عام كل كاتيجوري داج خاصنا واحد 30 لاعب باش يلاه نقدروا نقولوا بالله راه جاينا كاين التنس المغربي عنده واحد المستقبل، ولا عنده بالله راه غادي يقدر يخرج ابطال، باسكو الا عندك غير جوج ولا ثلاثه في شاك كاتيجوري داج، مثلا حنا عندنا في
عندنا في الاكاديميه رضا بناني. رضا بناني هو رقم واحد عالميا في 14 عام، ولكن حنا ما خصناش واحد، حنا خصنا 20 ولا 30 منه باش يلا يكون عندنا، تكون عندنا اون فيزيبيليتي من اللي راه جاي، جايين ابطال واللي غادي، حيت كل واحد كيجر الاخر، ما يمكنش يكون عندك جوج ولا ثلاثه وتتعول عليهم. ميم اجوردي كاين في الجونيور كاينين ثلاثه اللعابه اللي كيلعبوا في الجونيور اللي هما مزيانين، ولكن ما ثلاثه راه قلال بزاف، يعني قلال راه غادي العام الجاي دي سي لا ان اون ولا دو زون ما غيبقى يبان لك فيهم حتى واحد. شنو يعني مسؤوليه الانديه في هذه الفتره الانديه؟ واش ما كاينش تكوين في الانديه بغض النظر على الاداره التقنيه، لان الانديه حتى هي خاص تكون بطوله، خاص تكون كاتيجوري، خاص تكون لاعبين. وهي شوف انا راه كنقولها ديما وكنعاودها، حيت شكون اللي كيأوريونتي الانديه؟ الانديه كتأوريونتيها الجامعه، الجامعه هي اللي كتحاسب حتى الانديه. مثلا الا كان شي نادي ما عندوش لي جوار ولا ما اوريونتيش فير لا كومبيتيسيون، خصهم هما يديروا الماكسيموم باش اورونتيو فيغ لا كومبيتيسيون وفيغ، حيت بزاف دابا الانديه اوجوردي ولاو كيديروا الوزير ولاو كيديروا التنس الوزير، دونك ما حد الظاهره غادا كتكبر وما حد التنس المغربي راه غادي يبقى يتراجع دو بلوز اون بلوس. شنو الكلمه ديالك اللي تبغي توجه الاخيره للاداره التقنيه وهاد المسؤولين اللي رسلوا لك باش يستمعوا لك، وانت يعني كلامك كان غير انتقاد من اجل غيره على التنس المغربي؟ وكلمه اخيره انا كنوجهها للرئيس الجامعه السي فيصل العريشي، حنا ما كرهناش يدير ان شونجمون، باسكو هاد الاداره التقنيه ما عطاتش وما غتعطيش، يعني الاداره التقنيه خاصهم يمشيو في حالهم، حيت صافي راه 12 عام دازات ما بقاش، ما جايش، ما كيبانش لك الضوء من هنا 10 سنين ولا 15 عام، ما كيبانش لك بلي راه جايه شي حاجه، ما عندنا ما نبقاو نتسناو، اللي عطى الله هو هذا.